المملكة العربية السعودية موطن الإسلام والسلام، حيث انطلقت الدعوة إلى المساواة والصداقة بين البشر أجمعين، في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعاونوا ولتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحمد لله القائل في كتاب الكريم: الحج أشهر معلومات، من فرض فينا الحج فلا عرفة ولا فسوق ولا جدل في الحج. استغفر الله.